خلاص خلاص يا نص، احنا تحررنا من كل واحد يتأمر علينا ويدعس على رقابنا، وخرجنا من سجن عاصم الى الابد. يلا جلس يا ابو ما جلس. مالك يا نص؟ ليش رفعت المسدس هذه وانت عارف ان احنا خلصنا كل شيء وبادئين حياة جديدة؟ انت داري انه اجرتنا كلها مع عاصم، وعاصم ما بين الحياة والموت بالمستشفى، وكل هذا بسببك، وانا ما بمشي من هنا الا بفلوسي. يا نص، ما فيش داعي رفعت المسدس، وبعدين كل الجرائم الاولى بيلبسها محمود، واحنا انا وانت صفحتنا بيضة. انا ما بكررش الغلط اكثر من مرة يا بومة. انا قلت بنتظر مصير عاصم، يعني بنتظر مصير عاصم، ولا فلوسي بقرحها من راسك. طيب انت يا نص اعرف فلوسك مني، بس خلينا نتأكد على مصير عاصم.